السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. إن شاء الله بإذن الله النهاردة يكون موجود معانا منحة ممتازة جدا، بس طبعا كالعادة قبل ما نتكلم عنها أحب أوضح إن إحنا عرضنا فرص ومنح كتيرة جدا سابقة على القناة بتاعتنا، ودي القناة هتلاقوا عليها فرص موجودة في اليابان، في كوريا الجنوبية، تايوان، فرنسا، أمريكا، دول كتيرة جدا مختلفة. وكمان كنا اتكلمنا عن سلسلة فرص التطوع والسفر إلى الخارج، وبرضو كنا اتكلمنا عن بعض المواقع اللي من خلالها تقدر تلاقي فرصة عمل بكل سهولة، وكنا عرضنا فرصة التقديم والقبول فيها كان حصريا عن طريق قناتنا، وكانت فرصة تطوع في فيتنام شاملة معظم التكاليف، وتم اعلان الفائزين في هذه الفرصة، وان شاء الله باذن الله يكون موجود معانا فرص جاية كتير التقديم والقبول فيها حصريا عن طريق قناتنا. وبرضو كنا اعلنا عن خدمة، الخدمة دي هدفها مساعدتك في التقديم لأي فرصة أو منحة أنت عايزها، وطبعا تقدر تقدم بطريقتك الخاصة أو ممكن نساعدك في عملية التقديم، وكانت خدمة ممتازة وناس كتير رحبت بيها. وعشان توصلك أي حاجة جديدة من القناة بتاعتنا يا ريت تعمل سبسكرايب وتضغط على الجرس الصغير ده عشان كل الفرص توصلك بسهولة. وأحب أنوه كمان إن جميع روابط جروباتنا على الواتساب وجروبنا على الفيسبوك ورابط التقديم الخاصة بالمنحة اللي هنتكلم عليها النهاردة هتلاقوها في صندوق الوصف أسفل الفيديو. طيب عشان ما اطولش عليكم خلينا نبدا في المنحه مباشره ونتكلم عن كل تفاصيلها. المنحه دي اسمها منحه دارماسيسوا لدراسه اللغه والثقافه الاندونيسيه، تمام، تتسمى كده، ده الاسم بتاع منحه دارماسيسوا. الدوله المنحه دي موجوده في دوله اندونيسيا، تمام، في قاره اسيا، طبعا دوله معروفه يعني. اسم المنحه زي ما كنا وضحنا ده اسمها باللغه الانجليزيه، بتتكتب كده دارماسيسوا، ومعناها باللغه الاندونيسيه يعني الطلاب، تمام، فبترمز لرمز سيسوا يعني طالب. فبيتكلم هنا عن الجهة المانحة، الجهة المانحة هي الحكومة الإندونيسية، دي منحة حكومية مقدمة من الحكومة مش منحة جامعية، ومشترك فيها جامعات كتيرة جدا. الدول المتاح ليها التقديم في الفرصة دي والمنحة دي جميع الدول المتاح ليها التقديم، يعني أي دولة تقدر تقدم للفرصة دي من غير أي مشكلة خالص. المرحلة الدراسية، المنحة دي متاحة للطلبة والخريجين، طلبة تقدر تقدم عليها اللي بيدرس دلوقتي حاليا في مرحلة البكالوريوس، أو اللي اتخرج أو اللي بيدرس ماجستير دكتوراه، اللي متخرج برضه يقدر يقدم، يعني متاحة في كلتا الحالتين، ودي حاجة ممتازة جدا. الغرض من المنحة بقى، ليه المنحة دي موجودة أو ليه موجود الفرصة دي؟ الفرصة دي هدفها هي دراسة اللغة الإندونيسية، يعني بيدوك زي كورس كده لغة إندونيسية أنت بتدرسه كورس كامل، تمام، تتعرف على اللغة، كمان أنت هتكون موجود داخل البلد في دولة اندونيسيا، فبالتالي انت هتتعلم اللغة بشكل اسرع وتكتسب مهارة جديدة يمكن مش عند ناس كتير، او ناس كتير يعني ما تعرفش عن اللغة دي، فانت هتتميز بوجود يعني حاجة مختلفة عندك، تمام. هتتعرف كمان على الثقافة الاندونيسية، زي هتدرس الفنون الاندونيسية في المنحة دي، هتدرس زي فن اسمه فن الباتيك وغيرها من الفنون، وفن الباتيك ده زي عبارة عن فن النقش مثلا او الزخرفة وكل الكلام ده، وفي فنون كتيرة جدا هتدرسها كمان، وده على حسب اختيارك زي ما انت عايز، تمام. مدة الدراسة في الفرصة دي هتتراوح ما بين 10 الى 12 شهر على حسب الجامعة المستضيفة، يعني في جامعة ممكن تاخد 8 شهور، في جامعة 10 شهور، في جامعة 12 شهر، كل جامعة ومدة الدراسة بتاعتها بتختلف، ولكن أقصى حد هي سنة كاملة 12 شهر. طيب التمويل بتاع المنحة دي، التمويل بتاعها بتوفر المنحة دي راتب شهري للطالب مقداره 2.5 مليون روبية، تمام. طبعا انت هتقول المبلغ يعني 2.5 مليون ده حاجة كبيرة مثلا بعملة الدول العربية سواء مصر أو المغرب او الدول تانية، ولكن 2.5 مليون روبية بتعادل 200 دولار عشان تغطي لك الطعام والسكن والمواصلات، و2.5 مليون روبية يعني هي لحد ما كافية، هتكفي لك كل تكاليف المعيشة من سكن مواصلات كل الكلام ده، هتقدر ان المبلغ ده يكفي معاك، وكمان على حسب المدينة اللي انت هتختارها زي ما هنشوف بعد شوية، يعني ايه المدن وايه الجامعات اللي انت ممكن تختارها وتركز عليها. كمان هتوفر لك تأمين طبي، تمام، في حالة لا قدر الله حدوث مرض أو حادث هيكون العلاج على حسابهم. المساعدة في إيجاد سكن، هيساعدوك إنه تلاقي سكن، يعني البحث عن سكن معاك. هتحصل على شهادة لغة معتمدة من البلد نفسها، بعد لما بتخلص الكورس بتاخد شهادة معتمدة من الثقافة اللي أنت خدتها ومن اللغة اللي أنت درستها، هتكون شهادة معتمدة. تعلم لغة جديدة هتساعدك ان انت تتعلم لغة جديدة الكتير ما يعرفش عنها، وكده هتتميز عن غيرك بحاجات كتير، تمام.
كمان هتقوي لغتك الإنجليزية والاحتكاك مع ثقافة البلاد الأوروبية التي ستشارك في المنحة. يعني المنحة دي بيشارك فيها ناس كتيرة جدا من كل البلدان، من الدول الأوروبية، من دول كتيرة جدا، عشان يتعلموا الثقافة واللغة الإندونيسية، وكمان عشان التنزه والفسح وكل الكلام ده. فبالتالي أنت هتحتك مع ثقافات جديدة وتتعلم منهم كمان، أو تقوي لغتك الإنجليزية. كمان هيكون في حضور مؤتمرات وزيارة البلد والتنزه، كمان في مؤتمرات هتحضرها، يعني هتخرج للتنزه بره، هتشوف مدن تانية، تشوف الطبيعة بتاعة البلد، يعني حاجات كويسة جدا. الجامعة المستضيفة هنا حاطين قائمة الجامعات اللي انت من خلالها تختار التخصص او تختار الكورس اللي انت عايز تدرسه، وتختار الجامعة والمدينة المناسبة ليك. تعالى كده نبص سريعا على قائمة الجامعات المستضيفة للمنحة. دي كل القائمة تظهر لك دلوقتي، هتفتح معاك كل الجامعات هتلاقيها في الجزء ده. موجود عندك اسم الجامعة هنا، هتلاقيه العنوان بتاع الجامعة، رقم التواصل مع الجامعة، وبيقول لك الكورس اللي انت هتاخده او الميجور بتاعها اللي موجود في الجامعة دي بهاسا اندونيسيا، يعني اللغة الاندونيسية. مدة الكورس هتكون 12 شهر، وعلى حسب بقى، يعني مثلا هنا في مثلا اندونيسيا ارت انستيتيوت اوف بادانج، فمثلا هتلاقي ان الكورس عبارة عن ارتس، الثقافة، تراديشنال دانس مثلا. فهنا بيقول لك الكورس ده او الجامعة دي ايه الكورس اللي هيكون متوفر فيها، ومدة الدراسة فيها قد ايه. فانت بتشوف الجامعة المناسبة ليك والمدينة المناسبة، يعني بتبحث عن المدينة وبتبحث عن الجامعات وبتشوف الجامعة المناسبة ليك، تمام. ولكن خليني اديكم نصيحة، من افضل الجامعات اللي موجودة في جاكرتا يونيفرسيتاس اندونيسيا، موجودة في جاكرتا، وجامعة جاجامادا يوجاكرتا. ففي شوية جامعات ممتازة، يعني ممكن انت تختار منهم. وفي طبعا جامعات ضعيفة، فيها جامعات قوية، يعني حاول انك تبحث عن الجامعة الكويسة وتختارها. وحاول برضو انك ما تركزش على مدن، يعني مثلا زي العاصمة مثلا جاكرتا، ما تركزش عليها بشكل كبير، عشان مثلا بيكون نسبة القبول فيها ضعيفة، لأن ناس كتيرة بتقدم ليها. مثلا مدينة زي مدينة بالي، طبعا مدينة سياحية وهي يعني أشهر مدينة موجودة في إندونيسيا، فبرضه ناس كتيرة بتختار بالي، فممكن فرصتك في القبول تكون ضعيفة. فتحاول تشوف مدن تانية تكون كويسة وفي نفس الوقت ما يكونش الإقبال عليها كبير، عشان تكون فرصتك في القبول كبيرة، تمام. دي بالنسبة لقائمة الجامعات. طيب نرجع تاني نكمل هنا. شروط التقديم عشان تقدم للفرصة دي، أنت محتاج إيه؟ لازم الطالب، تمام، لازم يكون المتقدم للمنحة دي يكون طالب جامعي أو خريج، يعني تكون حضرتك بتدرس دلوقتي في جامعة أو تكون اتخرجت، تمام. يجب أن يكون المتقدم قد أنهى المرحلة الثانوية، ما ينفعش طلاب الثانوية يقدموا الفرصة دي، لازم تكون خلصت الثانوية العامة. يجب ألا يقل السن عن 18 عام ولا يزيد عن 27 سنة. يبقى المينيموم للسن 18 سنة والماكسيموم هو 27 سنة، لا يقل عن كده ولا يزيد عن كده. بيقول لك تقدر تقدم بشهادة لغة، يعني لو معاك شهادة لغة أو مش معاك شهادة لغة تقدر تقدم للفرصة دي. الفرصة دي ما بتطلبش شهادة لغة بشكل إلزامي، تقدر تقدم بيها، ولو مش معاك خلاص ما بتسيب الخانة بتاعتها فاضية عادي، يعني ما مش بيأثر كتير. الأوراق المطلوبة بقى في الفرصة دي، وركز معايا، مطلوب منك صورة شخصية ليك طبعا بسيطة جدا، صورة جواز السفر بتاعك تحطها ترفقها، شهادة صحية، دي طبعا اتكلمنا عليها كتير وقلنا بتجيبها من أي مستشفى أو أي عيادة، يعني وبتعمل زي فحص شامل كده إنك خالي من الأمراض. السيرة الذاتية، السي في بتاعك يكون متواجد معاك. أعلى شهادة حصلت عليها في الجامعة، يعني آخر شهادة أنت حصلت عليها كانت إيه؟ كانت شهادة الثانوية العامة، ولا كانت شهادة بكالوريوس، ولا ماجستير، ولا دكتوراه؟ فبترفق آخر شهادة، بترفق كشف الدرجات، يعني في بيان تفصيلي لكل المواد اللي أنت درستها ودرجة المواد دي. بتجيب خطاب توصية، وركز معايا بقى في الجزء ده عشان هنا الموضوع مختلف بالنسبة لخطاب التوصية. بيقول لك إن حضرتك بتجيب خطاب توصية من أي مؤسسة تعليمية، سواء مدرسة أو جامعة أو مؤسسة مهنية، تمام؟ والخطاب ده يكون مختوم بشكل رسمي. يعني إيه؟ يعني الخطاب هنا مش هتجيبه من شخص، مش من أستاذ جامعي عندك، ولا أستاذ في مدرسة، ولا صاحب عمل، لأ. يعني لو أنت حاليا بتدرس في جامعة تقدر تروح للجامعة وتقول لهم أنا عايز خطاب توصية، إن أنا مثلا طالب أكتف في الجامعة، إن أنا طالب مثلا تقديراتي كويسة، أو إن أنا طالب مثلا ممتاز. يعني بتروح تقول لهم أنا عايز خطاب توصية من الإدارة بتاعة الجامعة بتاعتك، أو من صاحب العمل بتاعك، أو من مثلا أنت جامعة خلصت منها، أو مؤسسة معينة أنت كنت أخدت كورس فيها. فالمهم يعني تاخد خطاب توصية من أي مؤسسة، بس تكون ليها اعتماد وتكون مؤسسة يعني ليها هوية وليها ختم، تمام. تكتب مقال، مطلوب من حضرتك انك تكتب مقال عن التقديم على المنحة، يعني ليه عايز تقدم للمنحة، ايه الهدف من التقديم ليها، ليه اخترت المنحة دي.
هكذا يعني. بيقول لك كمان لازم تعمل فيديو من دقيقتين باللغة الإنجليزية والإندونيسية، يعني لو بتعرف اللغة الإندونيسية تمام تعمله بيه، لو بتعرف اللغة الإنجليزية تعمله بيه. الفيديو ده الماكسيمم بتاعه يكون دقيقتين، وتتكلم فيه عن طموحاتك في المنحة دي، وإزاي يعني يعني ممكن توفر لك حاجة مختلفة، وإحنا هنتكلم على الجزء ده برضه فيما بعد في الأبلكيشن. طيب خطوات التقديم، بيقول لك في خطوات التقديم أول حاجة مطلوبة منك إنك تملأ أبلكيشن التقديم أونلاين وترفع جميع الأوراق دي اللي إحنا كنا اتكلمنا عليها هنا. تاني حاجة بعد لما تملى الابليكيشن ده، بعد لما ينتهي التقديم، السفارة الاندونيسية الموجودة حاليا في بلدك تمام هتتواصل معاك، ولو اتقبلت في مرحلة الابليكيشن اونلاين يعني في مرحلة البيانات اللي انت حطيتها في الابليكيشن، هيتم دعوتك في السفارة لمقابلة شخصية هيكون الفترة ما بين 4 الى 13 مارس، دي فترة المقابلات تمام. يعني كل يوم هياخدوا مجموعة من المتقدمين وهيتم عمل مقابلة شخصية ليه. طيب اللي بيقول لك المقابلة الشخصية دي انت ممكن تتوقع الأسئلة فيها، والأسئلة فيها تكون بسيطة، يعني هيسألك أسئلة: ما هدفك من السفر؟ لماذا قمت باختيار إندونيسيا؟ لماذا تريد دراسة اللغة الإندونيسية؟ طبعا تم اختيار الأسئلة دي بناء على الناس اللي تقابلت قبل كده، والأسئلة الشائعة اللي تم يعني سؤالهم من قبل المنحة تمام. وطبعا في أسئلة أخرى هتكون أسئلة بسيطة جدا. آخر ميعاد للتقديم في الفرصة دي هو 2 مارس 2020، يعني لسه قدامك وقت، فحاول انك تجهز كل اوراقك لو لسه اوراق مش ناقصه ليك وتقدم للمنحه. طيب هنا انا حاطط لكم ابلكيشن التقديم للمنحه، وهنا الاعلان الرسمي للمنحه. تعالى كده نبص سريعا على الاعلان الرسمي. الاعلان الرسمي فيه كل التفاصيل اللي انا ذكرتها باللغه الانجليزيه، هتلاقي كل التفاصيل موجوده من حيث التمويل، من حيث الشروط والمتطلبات. طيب هنا ده الاعلان، عامله لك في شكل كده ورقي يعني اختصار ليه، وهنا شرح الاعلان او شرح المنحه بالتفصيل. بيقول لك مثلا السكيدجول اللي هتمشي عليه المنحه، بيقول لك في 20 ابريل 2020 هيتم اعلان النتائج بتاعه المقبولين تمام. هنا بيقول لك يعني دي المتطلبات، يكون سنك 18 على الاقل وعلى الاكثر 27 سنه، دي يعني الاوراق المطلوبه. هنا بيقول لك هيتم اعطائك مبلغ 2 مليون روبيه بالعمله الاندونيسيه، بالاضافه كمان هيدوك 950 الف. 950 الف دي بتختلف، او المبلغ ده اللي هم هيعطوه لك اللي هو البوردنج اسيستنس، هيعطوه لك على حسب المدينه اللي انت هتكون موجود فيها. يعني الاتنين مليون دي اساسيه، لو انت هتختار مدينه من المدن دي زي جاكرتا، بوجور، بانتن، مثلا سورابايا، بالي، دي مدن كلها مدن غاليه شويه، فهيدوك 950 الف، يبقى انت كده المبلغ الكلي معاك هو 2 مليون 950. لو هتختار مدينة من المدن اللي مش غالية قوي، هيتم اعطائك 500 الف تمام. اهو هيتم اعطائك 500 الف. ال 500 الف دي هتكون للمدن التالية، وهي سوراكارتا، يوجاكارتا، ميدان، باليمبانج، بادانج، لامبونج، بروكارتو، سمارانج، يعني المدن دي تمام. هي ال 550 الف هيتم اعطائك المبلغ ده في حالة اذا اخترت مدينة من المدن دي في السكشن التاني. طبعا دي كل التفاصيل تقدر تقراها برضو بتمعن اكتر. خلينا بقى نرجع دلوقتي ونشوف ازاي ممكن نقدم للفرصه دي. عشان تقدم للفرصه دي هتيجي تضغط على كلمه ابلاي ناو او قدم الان. طيب هيظهر معاك الابلكيشن بالشكل ده، هتلاقي هنا حاجه اسمها لوجين، وهتلاقي كلمه ريجستر. طبعا انت كمستخدم جديد ما عندكش ايميل وباسورد على الموقع بتاع المنحه، فلازم تخش الاول على كلمه ريجستر دي وتبدا انك تملى البيانات اللي فيها عشان تعمل ايميل وباسورد تمام. اول حاجه مطلوب منك الاسم بتاعك تحطه هنا، تختار التايتل مير تمام مثلا، تختار الدولة بتاعتك تحطها هنا، تحط السفارة بتاعت بلدك تمام. يعني مثلا لو اخترنا القاهرة مثلا، اخترنا مصر مثلا، ايجيبت تمام. هنيجي مثلا عند ايجيبت، وهتلاقي هنا يظهر لك الامباسي بتاعت السفارة الاندونيسية في القاهرة، فبالتالي انت بتختار يعني بيكون تعاملك مع السفارة الاندونيسية في دولتك. بتختار تاريخ الميلاد هنا، المكان الميلاد، تاريخ الميلاد هنا، رقم الباسبور بتاعك، يعني رقم جواز السفر ده صالح لحد امتى. هنا بتحط الايميل بتاعك، الباسورد، وبتعيد الباسورد تاني، وبعد كده بتضغط على كلمة ريجستر تمام. بعد لما بتضغط على الجزء ده بتاع ريجستر او بتكتب البيانات دي كلها، بتجيلك رسالة على الايميل بتاعك. الرسالة دي بتكون في الشكل ده، يقول لك لازم تعمل اكتيفيت للاكونت بتاعك البيانات اللي انت حاططها. تيجي تضغط على كلمة اكتيفيشن عشان تعمل تفعيل للحساب بتاعك.
طيب خلينا بقى نرجع تاني. خلاص احنا فعلنا الحساب دلوقتي، نعمل ايه؟ ترجع للجزء ده تاني وتضغط على كلمة لوجن. لما تضغط على كلمة لوجن هيطلع لك هنا المكان اللي فيه الايميل، تحط الايميل بتاعك وتحط الباسورد بتاعك هنا، تمام؟ وبعد كده تضغط على كلمة لوجن عشان تخش للابليكيشن بتاعك. طيب هيفتح معانا دلوقتي الابليكيشن، وابليكيشن بسيط جدا، يعني مش يحتاج منك وقت ان انت تملاه. طبعا ممكن الابليكيشن يفتح معاك بالشكل ده، مثلا ممكن الابليكيشن تلاقيه مثلا معاك ما بيظهرش الجزء اللي هنا، فانت حاول تفتح، ولما تيجي تفتحه تصغر حجم المتصفح عشان يظهر معاك بالشكل كامل، تمام؟ طيب اول حاجه مطلوبه منك هي البيرسونال داتا، تمام؟ معلوماتك الشخصيه، تكتب المعلومات الشخصيه بتاعتك هنا، الاسم، مكان الميلاد، تاريخ الميلاد، تكتب الجندر بتاعك، تحط الحاله الاجتماعيه بتاعتك، الدوله بتاعتك، طبعا كل الكلام ده كنا اخترناه لما جينا نقدم البيانات، تحط رقم جواز السفر، تاريخ الانتهاء، العنوان التفصيلي بتاعك، رقم التليفون بتاعك، الايميل بتاعك، لو عندك موبايل فون تحطه. هنا بقى ركز معايا في الجزء ده عشان هنا مطلوب منك اوراق لازم ترفقها. اول حاجه لازم تحط صوره ليك، تمام؟ تضغط هنا على اختيار الصوره، يعني مثلا هتطلع معاك صوره مثلا بالشكل ده، يبقى تحط الصوره هنا، الصوره الشخصيه ليك، تمام؟ تكون بخلفيه بيضاء وتكون واضحه. تحط السي في بتاعك هنا، تمام؟ سي في ترفقه، السيره الذاتيه بتاعتك. هنا هتحط صورة جواز السفر بتاعك، وهنا هتحط الشهادة الصحية أو الخطاب بتاع الصحة اللي أنت جايبه من المستشفى أو العيادة. طيب كده بالنسبة ده للبيرسونال داتا. بعد كده هنا هتلاقي كل سيكشن بقى، من هنا هتخش على كل دول، وبعد لما تخلص كل دول هتضغط على كلمة سبميت. طيب خلينا نخش على اللي بعده. بيقول لك في الجزء ده اندونيسيا سكولارشيب هيستوري. يعني إيه الجزء ده؟ الجزء ده خاص بيه لو أنت عندك يعني أخدت قبل كده منحة في اندونيسيا. طيب لو انت اخدت منحه قبل كده في اندونيسيا، بتختار نوع المنحه اللي انت خدتها والتاريخ بتاعها وكان المده بتاعتها كام شهر، تمام؟ لو انت ما خدتش منحه بتعمل سكيب للجزء ده وبتعديه، يبقى خلاص انا لو ما خدتش منحه قبل كده في اندونيسيا هسيب الجزء ده فاضي. طيب الخانه اللي بعدها كيورنت ستادي ان اندونيسيا، بيقول لك هل انت حاليا بتدرس في اندونيسيا؟ لو انت حاليا بتدرس في اندونيسيا بتكتب اسم الجامعه اللي انت بتدرس فيها، التاريخ اللي انت بدات فيه، والتاريخ اللي انت متوقع تخلص فيه. طيب لو انت ما بتدرسش حاليا في اندونيسيا خلاص بتعدي برضو الجزء ده وبتعمل له سكيب. نيجي بقى للجزء اللي بعده emergency contact، التواصل في حاله الطوارئ او في حاله مثلا اذا اتعذر الاتصال بيك، يعني تحط معلومات شخص اضافي زي والدك والدتك، مثلا قريب ليك، في حال مثلا هم اتعذروا الاتصال بيك على عناوينك الرسميه يقدروا يتواصلوا بيك هنا، تمام؟ بتكتب اسم الشخص، بتكتب تليفونه، بتكتب عنوانه، بتكتب ريليشن علاقته بيك ايه، والدك والدتك، تمام؟ لو عندك شخص بتعرفه في اندونيسيا تكتب بياناته، لو مش عندك خلاص بتسيب الجزء ده فاضي. بعد لما بتضغط على الجزء، بعد لما بتكتب بيانات الجزء ده بتضغط على كلمه سيف هنا. خلاص انا دلوقتي اكدت الجزء ده، اخش على الجزء اللي بعده لاست اديوكيشن. في اللاست اديوكيشن مكتوب مطلوب منك انك تحط بيانات التعليميه بتاعتك. يعني مطلوب منك انت دلوقتي خلصت ثانويه عامه تكتب اسم المدرسه اللي انت خلصت فيها، دلوقتي مخلص بكالوريوس تكتب اسم الجامعه اللي انت مخلص فيها، تكتب التخصص الرئيسي اللي انت خلصته، تكتب السنه اللي انت بدات فيها والسنه اللي انت اتخرجت فيها، ولو لسه بتدرس تعمل اون جوينج، تمام؟ لو خلصت اضغط على الجزء ده. هنا مطلوب منك، فاكر لما كنا قلنا مطلوب خطاب من مؤسسه، زي ما كنا قلنا هنا مطلوب هنا خطاب من مؤسسه، كنا وضحنا الجزء ده هنا. في خطاب مطلوب من مؤسسه تعليميه سواء مدرسه او جامعه، بترفق الجزء ده هنا، تمام؟ مطلوب منك الترانسكريبت، كشف الدرجات بتاعتك، كشف تفصيلي، تمام؟ طبعا لو انت حاليا لسه بتدرس في جامعه مثلا يبقى تجيب كشف الدرجات لاخر سنه انت درستها او اخر ترم انت درسته في الجامعه. هنا بتحط اخر شهاده انت حصلت عليها، شهاده الثانويه العامه بتاعتك او شهاده البكالوريوس مثلا، تمام؟ طيب خلصت الجزء ده بتضغط على كلمه سيف وبتخش على الجزء اللي بعده، وهو خاص بالشهادات الاكاديميه الاضافيه. يعني لو حضرتك عملت كورسات قبل كده، عملت تطوعيه، عندك جوائز معينه، تضغط على الجزء ده وبتكتب اسم الشهاده اللي عندك، بتحط الشهاده دي الحقل بتاعها والمجال بتاعها كان ايه، وبتكتب السنه اللي انت خدتها فيها، وبترفق هنا الدليل على الشهاده دي، يعني بترفق صوره الشهاده، بترفق صوره الخطاب، بترفق صوره الجائزه اللي انت خدتها، العمل التطوعي، يعني المهم تجيب دليل على اللي انت هتحطه هنا، تمام؟ طبعا ده مش الزامي، يعني لو مش عندك اي اعمال تطوعيه، اي شهادات، اي حاجه، خلاص بتسيب الجزء ده فاضي. طيب بالنسبه بقى للغه، هنا للغه هنا بيقول لك معرفتك باللغه الاندونيسيه، هل انت تعرف تتكلم اندونيسي؟ فلو مش بتعرف تضغط على ان ايبل،
تمام في الريدنج والرايتنج مثلا تضغط على انيبل، او بتعرف مثلا بتختار مستواك، لو عندك شهاده في اللغه الاندونيسيه بيقول لك تحطها، لو مش عندك خلاص بتسيب الجزء ده فاضي. قدرتك في اللغه الانجليزيه بتختار مستواك في اللغه الانجليزيه، ولو عندك شهاده هنا بيقول لك لو عندك الشهاده تحطها، لو مش عندك خلاص بتسيب الجزء ده فاضي. بيقول لك لو بتعرف لغات تانية قول لنا اسم اللغه واختار مستواك في اللغه دي. تمام، طيب كده خلصنا الجزء ده، تضغط على كلمه سيف وتخش على الخانه اللي بعدها بليس اوف ستادي. بيقول لك هنا بتختار بقى المجال اللي انت عايز تدرس فيه، بيقول لك هل انت عايز تدرس في المنحه دي اللغه الاندونيسيه فقط، ولا عايز تدرس ثقافه اللغه الاندونيسيه، ولا عايز تدرس ايه. فانت بتختار، يعني مثلا انا عايز ادرس اللغه الاندونيسيه، فبالتالي هنا بيقول لك ليك اختيار او ليك الحريه في الاختيار 3 جامعات. فهنا تظهر لي قائمه الجامعات معايا، تقدر تختار بحد اقصى 3 جامعات. تمام، اختار بقى بالترتيب، شوف يعني عايز ترتب مين الاول، وبرضو في الاختيار التاني نفس النظام، الاختيار التالت نفس النظام. لو اخترت ارت وكاليتشر بيقول لك تختار الجامعة، في بس 3 جامعات. تمام، تختار الجامعة المناسبة منهم، وتختار التخصص اللي انت هتعمله جوه الجامعة الخاص بالثقافة، لان الثقافة فيها تخصصات كتير. فمثلا لو اخترت يوجا كارت مثلا، فتختار البرنامج، بيقول لك تختار اللي انت عايزه من دول. طبعا تقدر تبحث عن اسم البرنامج والحاجة اللي انت عايز تنضم ليها. تمام، وبحد اقصى برضو 3 اختيارات. بعد لما بتخلص الجزء ده بتروح للسي المقال، وهنا كنا وضحنا لو تفتكروا قلنا في مطلوب منك مقال، وقلنا في الجزء ده ان المقال المطلوب منك الهدف من التقديم على المنحه، ليه عايز تقدم للمنحه دي. فانت بتيجي في الجزء ده وبتكتب المقال بحد اقصى 500 كلمه. تمام، طيب كتبت المقال، تعمل له سيف، بعد كده تخش على اخر خطوه هي ارفاق الفيديو. بيقول لك هنا هترفق فيديو اللي احنا كنا قلنا عليه من دقيقتين، ترفقه باللغه الانجليزيه واللغه الاندونيسيه لو كنت بتعرفها. ترفق الفيديو هنا تتكلم فيه يعني ليه عايز تنضم للبرنامج ده، ازاي البرنامج ده هيساعدك مثلا في الوصول لفكره معينه، او وصول مثلا لحاجه معينه، ازاي هيطور من مهاراتك. يعني تتكلم في الدقيقتين دول عن البرنامج وليه عايز تنضم ليه. تمام، بعد لما بتخلص البيانات دي كلها خلاص انت كده انهيت كل بياناتك وانهيت كل الاشياء، تيجي تضغط على كلمه سبميت ريجستريشن، ويبقى انت كده قدمت للمنحه بنجاح. تمام، الموضوع بسيط جدا، يعني الابلكيشن ما فيهوش اي مشاكل، بسيط جدا بسيط جدا، يعني مش هيحتاج منك اي وقت. اهم حاجه تجهز كل الاوراق المطلوبه منك وترفق. وطبعا قلنا بعد لما بتخلص من الابلكيشن لو اتقبلت في المرحله الاولى بيتم التواصل معاك من قبل السفاره الاندونيسيه الموجوده في بلدك، واخر ميعاد للتقديم هو 2 مارس 2020. اتمنى يا رب تكون الفرصه دي مفيده ليكم وتكون عجبتكم، وان شاء الله باذن الله بالنجاح والتوفيق ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.